بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي لسه هتحصل النهاردة بإذن الله. ومن هذه الأخبار غلق باب التقدم للعام الدراسي المقبل في المدارس المصرية اليابانية، ده غير كمان أنه النهاردة في مباريات مهمة كتير، سواء لو بنتكلم على الدوري المصري أو كمان الدوريات الأوروبية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم قالت إن النهاردة آخر يوم للتقديم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل. النهاردة هتعقد الرابطة الإفريقية لكرة السلة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الإفريقية اللي هتقام في مصر في الفترة من 9 ولحد 19 إبريل بمشاركة الزمالك. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع 3 مباريات في الساعة 9:30، هيلتقي بيراميدز مع غزل المحلة والزمالك مع مصر المقاصة والأهلي مع المصري في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة. بالنسبة للدوري الإنجليزي النهارده في 5 مباريات من العيار الثقيل، الساعة 1:30 هيلتقي مانشستر يونايتد مع إيفرتون، واتفورد هيواجه ليدز الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من ساوثهامبتون مع تشيلسي وأرسنال مع برايتون. والساعة 6:30 هيلتقي توتنهام مع أستون فيلا، وده في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة. لعشاق الدوري الإيطالي والجولة 32 موعدهم مع 3 مباريات، أمبولي مع سابيزيا الساعة 3 العصر، وإنتر ميلان مع هيلاس فيرونا الساعة 6 بالليل، والساعة 9:15 هيلتقي يوفنتوس مع كالياري. في الدوري الأسباني وفي إطار الجولة 31 من عمر المسابقة، هيلتقي قادش مع ريال بيتس الساعة 2 الظهر، ومايوركا مع أتلتيكو مدريد الساعة 4:15. الساعة 6:30 في ماتش مهم بين فياريال وأتليك بيلباو، الساعة 9 هيلتقي ريال مدريد مع ختافي.